السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنت شغال على أي برنامج من البرامج اللي هي ما بتدعمش اللغة العربية أو في مشكلة في تعريف اللغة العربية، في برنامج اسمه عاكس النصوص. كل اللي عليك إن أنت تيجي هنا وتكتب أي كلمة أنت عايزها، وبعد كده تقول له تحويل، هو خلاص كده خدها في الذاكرة. لو رحت على أي تكست وقلت له بيست هتلاقيها طالب بالرموز ديت. هنا واضحة إنها معكوسة، بس لما بتدخلها على برنامج البرامج ديت زي برنامج فوتوشوب بيقراها كويس، وتحويل خاص ده بيروح محولها لصيغة تقبلها البرامج زي الماكس، الحاجات اللي هي 3D.